عندي 7 أولاد وعم بيعانوا من الجرب، عم بيعانوا كتير يعني منه، أكتر شي بالليل وموجة الحر يعني كلياتكم تعرفوها، بيفيقوا بالليل يصير يبكوا ويحكوا كتير من قلة النظافة ومن قلة المياه والصرف الصحي جنبنا. نحن 12 نفس متعرضين للجرب، للغمل، للأمور هاي كلها موجودة عنا، والمستعان بالله أنا ما عندي شيء أن أروح أعالجهم أو إمكانية أني أروح أدفع لدكتور جلدية خاص يعالج ياهن، والله ما عنا. فالأمر هذا مصيبة يعني، المستعان بالله لا حد عم يقدم لنا سلة نظافة، لا حد عم يطلع علينا، لا حد عم يجي لعنا، لا بنشوف حدا. نروح ونجي على مستوصفات، ومستوصف ما قريب علينا، نروح ونجي نقولهم بدنا دواء، نروح نشتري بالمصاري، والله اشترينا لهم يجي 200 دولار وما طابوا عليه، ايش بدنا نساوي لو ما احنا عارفانين؟ الاطفال فيهم تاثير كثير يعني، حتى يعني الأمراض الجلدية عم بتزيد ما عم بتنقص. بالمدرسة يعني عندي الطلاب مثلا اليوم طالب، ثاني نهار صار عندي 3 طلاب، اللي بعده 10، انتشر يعني بجميع كل المدرسة.